والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. باب الكرام عن الكان سجد جديد أن إن شاء الله موضوع كابا أو كساب صن بر الوالدين إن قف بار النقض لبدي والد هذا الشيء وغصم فلا أو وناك غصم أي لبدي هذا الشيء موضوع سيدا كساب صن أيان إن شاء الله تعالى أين وحسك الشيخ دونا ورنا يا رب سبحانه وتعالى آية القرآن كا يا سورة الإسراء كجرت رسولك محمد هو ربك وحو واجب يا لي وحو أمري وحو حكمي إننا عابدنا سجن ويان عدك له لبدا والدنا إن أدوانا قسم إسام هو أمر رب سبحانه وتعالى آية القرآن كامر كله أمر رب سبحانه وتعالى عبادة إيسا وأن أشيغينا إنو كليك إسعابنا أيها تنوح الله وغدق إلا بدي والدي أن تشينا إن إنو بارئ ونغن وإن وانا قسم إنو وإلى سيد برنك سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذه لبدو والد متكود وكدقوا بأكتادا أما سلبدود بأكتادا أي كجاران داوين هذا الحنو أي لبصدان هكو أران أنا الزجرين أوور أدك هكو ديهن أوحاد كفر هذا الوناكسن هذا الجلحسن أوناكسن كويرا لبدو والد وحاطر هذا إلى أيهن حريصا لبدي والد سيدي أيهن حريصا جرين مركي أي صفر بارين أيهن أني غير إن بدن وقرآن كمدة ورب سبحانه وتعالى ونقول الدردار ميا إن إنه وناقل سمعين لبدينا والد وأين بارهن غن والد كينا دلي مروى البورب سبحانه وتعالى ونفر يا والد كأن أين يدود ذالنا انت بذن وحالك هرمرنا يا إنه ربنا أمر يا أسلق عبادة ليسا كبعدنا الغل بين يا والد كأبار الله نغضر سيد آية القرآن كآياتان تلماني يا آية كلاعلم إذا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية تاسعًا ورب سبحانه وتعالى مركيون فرع عبادة إيسا وهدنا نفر يا إنا إنه والد كأني بارهن غنو أينه وناكسم إنه بقين عليه الصلاة والسلام حديث مسلم يبقارب عيورين أيان قول لقوله سحابي فيها أبي هريرة أيان نبى نبي قوي من عليه الصلاة والسلام مركاسه الحير يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي رسولك إله ضدك يا إيق حق بضم إن وناجي صحبضا يا معاشرة يا وناك يا حريرك نقد حرية إن وناجي ضدك كيابا إيق حق بضم يا إيق حق بضم ضدك وحير النبي عليه الصلاة والسلام أمك ويضع يا ضدك كوب حق بضن إن أدبار ونغت آد وناك السميسي حرير كير كرد حيانا آد وناك سيدا صحبا وناك سناد كلنا قنتين حتى نيا كحق بويري أمك
مر لباد نبي كل عليه هويدا مر صدحات كل عليه هويدا مر كي أفراد كثيرة دنا أبها لو شيء يا حديث كاسي مسلم يا بخاري لبض باي ورينا يان إن يعني حقوق الوالد إن يتهاي مد آدي آد وين ضفك أبوها الرعية أم مضان إن حريفة ذا جينا أيهين والدين ذا لبذا والد أيهين ويضنا أيوبها الرئيسة أبوها رمركة وكسوحيكو حديث كلا يا نبي قال لك وليه صلوات ربي وسلامه عليه وهو ولنا يا صحابي اللي أرنجر عبد الله بن مسعود نبي قال أيام ويجير عليه الصلاة والسلام وحان كويري أي الأعمال أحب إلى الله عمل يالك الله سمعي إلهي أكتي سكيل وقلت عليها يا رسولك إلهي يا أبوكي أنا أبوك خير بدن عمل الله سمعي عمل كيبا إله وقلت عليها سبحانه وتعالى وجواب رسولك صلوات ربي وسلامه عليه الصلاة على وقتها عمل الله سمعي وحا أبوكي عن وإلى أكتي سنة الله وقلت عليها صلاة ويجي عبد الله بن مسعود ثم أيه يا رسول الله أتنا يا كوشي قبل رسولك إلى أيه قال بر الوالدين قال بكوا صلاة سورة لبدأ والد وطار الله نقضى وقفوا يعني وانا قودا كشق أيه ومستاق سيدي لبدي سوالد وانا أكسمين لها صدحات يا كوشي قبل رسولك قال الجهاد سبيل الله وحاصل دحية جهاد كأو إلهي وددي سنو جهاده وجهاد في رسمك آهاية يعني دين الإسلام كوائد المانطي كاس أياك أن سد حاضر كبير نبي عليه الصلاة والسلام حديث كاتنا مسلم يتقارب أولين أيام عمل للي ماذا وحا أبو خير فضان صلاة ووقت يدي لغوت كدو وحق يعني مركي لقاها الله يا أعماش أو حاويان أو بذنك عمل قوى الله ومدنا وحالة قسم يا حبناها عادقا من نوى من قلبك مركا عبادة بدن يداه قفكو كسمين يا بدن كيسا وحا وقو خير بدن صلاة ووقت يدي لغوت كدو نبي قول الله وقرنك عليه الصلاة والسلام لبدي والد وطار الله نقضه حديث كلا يا نبي قال لك ولي عليه الصلاة والسلام إمام مسلم نو صار أيه قال لك ولي صحابي يا أبي هريرة رضي الله عنه وحجري وحجري نبي عليه الصلاة والسلام رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه وادلو بيه لغف كاسيه وجهه سعيد كل عين وادلو بيه وادلو بيه وصدح تيرك عليه نبي عليه الصلاة والسلام قيل من يا رسول الله كاسا وحال يري واك يا رسول الله يوم كات صدح ذا الشهر اطفت المانطين ودلوب يا اوهوغي او اوهوك قد عي واك يا متكاسي قال من ادرك والديه عند الكبر احدهما او كليهما فلم يدخل الجنه او يجي النبي عليه الصلاه والسلام قفك دلوبي وقفت سوق داري لبدي والد ورشاي وواوين متكود أمس لبدو ديبا حتى أنا عن جنة قلن ويام بكر نبي عليه الصلاة والسلام قفت حلالة سوق داري لبدي سوالد ودقوبي أما متكمد لبدي والد ثم لم يدخل الجنة حتى أنا عن جنة قلن ولبدو والد عن جنة كسبا وعن جنة قلن كاسا تدوبي بكر نبي عليه الصلاة والسلام حي علي وقف أي صوم مرضي فرصد آدي آد غالي هو قول لبذا والد قف في أكسي ساي كباران دا مركا حديث كنبي وقف الماما عليه الصلاة والسلام إن أي داوينيين وحلق أي قبا إيد بدنيين حتى دي أي سنداوينين أي حوق ليهين لبذا والد باري نمدو دي مروى البابو والسكربا مركا قف في لبذا سي والد أمام مكود أكسي سو كنت قوبي إيه حدنا عن جنة قليل كاسة اللوبي بيب النبي عليه الصلاة والسلام عيالي جنة وحا لبوك اسفده لبوك جارة لقد والد وطار الله نقضه وفي مركة كفة إذا يسنوا عيه وصدا عيكم نعضينا وقف اللوبي بيب النبي عليه الصلاة والسلام حديث كلا يا
النبي لا قول جي صلوات ربي وسلامه عليه ولا قول ني الصحابي قال ران جري ابي الدرداء ابي الدرداء ايان ني يبدو ويري صحابي قال سؤال ويدين يا ان لي امراه وان امي تامرني بطلاقها اي يري او ان بان قبا ويضين وحي فريسا وين تاسنا فرو او وحي ليده يا وين تا ايدا اسكف مركه مخان سمي يا وير ابو الدرداء أبو درداء صحابي خالق أها أيها إلا وذي غاني جواب سيو وحويري أبو درداء وحويري وحان مغلي وير نبيك عليه الصلاة والسلام حديث بان نبيك كم مغلي وحان مغلي نبيك أرنا يا صلوات ربي وسلامه عليه الوالد أوسط أبواب الجنة والد جنة إرده إذا إرده أولا حيث ويان والد إرده جنة الباب أولا حيث ووالد النبي النبي عليه الصلاة والسلام وقد والد في حقوق دي سكسر بحاي يعني والد كوجه تاغن يا يقول لمدي هاي جنة الباب إذا الباب كون حي ويا فإن شئت فأطع هذا الباب فإن شئت فأطع ذلك الباب وإن شئت فاحفظه يجري والد هو الباب كدحية جنة حتي أدر دلنا الباب كاتسك الضيع وأضل اسكهل له حتي أدر دلنا الباب كإلى الصور ديكم باقيار له الباب كدحية جنة لغيك الله ووالدك حتي أدر دلنا الباب كأخوره أضل إلى الصور ووالدك أجي باري النقر حتي أدر دلنا الباب كاتسكهل له ووالدك أجي باري النقر ويان مركة جدا ونبي قرآن عليه الصلاة والسلام قبك دلوبي وقبك فرصد عسى عصام ارتوى عن جنة قرين وفاري نما دي الوالد في سباري ونفى الله انت لقى وايي عن جنة قرين مدك دلوبي وامدك وقبك عصاقا هسكب يا عي فرصد عيدا قبك استاتيه ويانو والد فيه الباب هذا جنة الباب كود حي الوقت المامي وفاري ونفى وايي وكفى إذا اسم وايي ويان عليه الصلاة والسلام حديث مسلم يتقارب أي ولين أيان لكن ولدي عبد الله بن عمر بن عاص أيها النمبة أو يمد مال المال ما كمذا فاستأذنه في الجهاد مركزه فسح ويجيسه وجويلي رسول الله يوحان ربا إن جهاد كلا يقفر وعيدا ماذا جهاد كهذا يين لا يقفر أيان ربا فألبو نبي مكسو جهدي لك يا وجويلي حي والدك لبدي كل شيء من نوريه نعم يا رسول الله يوكو جوابي ويروني رسول الله يوم قال ففيهما فجاهد أيها كل جهاد ميري أجر في الجهاد كهل الهي لبدا ذو أهلت بكهل إساء أيها كل جهاد ميري نبي عليه الصلاة والسلام هل كأصيات كهل إساء مالك للجهاد أكرر هذين أيها كل جهاد ميري نبي صلوات ربي وسلامه عليه مركة أحباب الكرام وفتدون إياه إنه إلهي سبحانه وتعالى جندي سهله ودوني إله رضيه سينو هلو لبدي سوالد وقنعيو لبدي سوالد وباره النقضو لبدي سوالد أي رابك النقضان يا لدوني يا حديث إمام الترمذي ورين أيو قول لك أولي صحابي قيل ورنشري عبد الله بن عمر بن عاص أيا وحويري وحويري رسولك صلوات ربي وسلامه عليه رضا ربي في رضا الوالدين وسخط ربي في سخط الوالدين ظهر رب سبحانه وتعالى وحي كجرت لبدا والد رابع عن شهودة عرض إلى أنه وحي كجرت لبدا والد عرضودة وفي لبدي سوالد أي رابك النقضان ولبدي سوالد أي قنعان وقنعي لبدي سوالد وفي له رابك يا أيون غنيا وفي لبدي سوالد أي عرضان وفي له عرضي من غنيا سبحانه وتعالى وحاتي له عرضنا وصول نقر يا قفل قفه بيجي وقال قدير يجينا حريص ديرتي سبحانه وتعالى إله بانك مغنقلنا مركا قفل بوجه أجد علي يا أودون يا وأدو يدا إنت أجد قفل بوجه علي يا وإنه جنة قلو يطمع كل امرئ منهم من يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون مركا إذا صيدت وذج علي هنا قفل بوجه علي يا إنه جنة قلو إذا أصنع ما أهانه يعني قفل دون يا جنة إنه قلو وددي إنه مرويان ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة في النبي عليه الصلاة والسلام
قد عذرت وغالي إلهي بدا عزيز نوات نظف إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء عيار عيار لغير ما أنا وشيء غالية وفي دون يمرك إنه ربي سبحانه وتعالى راضي أنشي سؤهله وإله راضي كالنقض لبدي سوالد وإن إراضي كالنقض عن مركة هره مركة قفك لبدي سوالد إراضي كالنقض عن فإلهنا راضي كالنقض إياه لكن قبل لبدي سوالد يعي ووالد سيسيا يعري سنه كاس إله عربي سوى طوري سيها وقاله نبي قال النوت المام عليه الصلاة والسلام أولي ولا ليال حقوق ضعين قليلين لبدا والدين غشي هذه آدية وانتهي وحل سوك وبكرنا معها محايا لي لبدا أن والد وقومي سببتوها إن أن نؤدون كان نمانه أيقهم بان صومر ني فرقوا إلى أن أقول لك لين أن نؤدون كان نمانه لبدا أن بان لكبه ري وسببها جردان كينا إذا درت ما دام لبدا فربضنا إن صومرين annaga oo dhan jiritaankeenana ay sabab u ahaayeen ayaa lagu xiray in yaani jannadii gelideeda iyo ridadii rabbiba inay ku xiran yihiin ayaga ridadooda inay yihiin fursad wanaagsan oo qofkii ka faa'iidaysana uu janno galayo kii fursadda inta soo marto aan ka faa'iidaysanina uu yahay qofkii loobay uu ku tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam waalidka sidaas qiimaha badan يا رب سبحانه وتعالى أون أمري إن إنه هو ناقص ما إنه أون الناس يجي حقا إن قلي يا حقا لي أدوين يعني وحى كم إذا وحى أبا عبدين يا آدي آد قدر إنسان كره إما والد قلي هاي يبارني ماذا الله نفنا يا والد مر والبابا إن إلا كم مرمان تهاي والد حتى هديه سن مسلم هاي قلي يا حقا هاي نباري ونغتي الإمام البخاري مولينا يو هو لقى وريجي قبل إلى أورنج رأى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أسماء سيد أبو بكر قبل يسي نبي يؤتمر عليه الصلاة والسلام وحيث رأى رسول الله إن أمي قدمت ويضع إبا يؤتمر بيت رسولك إلهي وهي مشركة أيضا قالا يؤتمر ويضع وحبين إقرب طاية سيدابا يلا بيت ريح سيلي أمة تقول نبي عليه الصلاة والسلام ويضع حذيري جيري أطير الطبق قالها أهاتو قف مسلم أبي سنهانه حق والد لماذا أيه كبول إذا مر والبا وإن حذيري سبا لقى الرباية والتريرين كتايه ويضع حذيري جيري نبي عليه الصلاة والسلام يضع عن بإسلام هاي ووالد كي يكدين دوان يهي الميس أيه حتى لقى من مرمان نقن إسايو لقى الرباية وإنه يعني المدي وباري ونقض والد كيس حتى هذه سنك الدين هاي ما أنت حكيه بي مريسا والد لي قانم ومسلم ودين الإسلام كل شيء وكل خمي ولي إيس أبي يسين جلو مسلم ها إن علمي يسين طلبه صوتر اللي إرهده يعني وقفنا ومرافض موى مرتد وأساس السود إن لي إرهده علمي من أيضا لين والد في بقصة لذا يي مريسا مان ونبي قلنا نوش يا عليه الصلاة والسلام حتى دي والدك قال يا هي إن لحرير يا هي إن يواجه تهيو سأل لي سيدي لو حرير لها إن لحرير يا وحبو كأرباب الله سيدي هي إن إلا قم مرمان طيب نوشيك يا نبي عليه الصلاة والسلام واصل أسمرك أحباب الكرام لبدا والد وقوق دا إليهين لبكو بكرو اسكبت دا خفت يعني إنو أصابوا نفس الديسة والدك وحن في إرادي ضفك لحتى إنه سببه النقض إنه والدك وحكا شيئا هو حرام نجدنا وحقوق المامي عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر تنبيالك وهوين هو وهوين بخد المامي نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة نبي وشقير صلوات ربي وسلامه عليه إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه تنبيالك وهوين هو دوست وين وحاكم ذا إنه من كل عن ظل بدي والدي تشي فكاس سحابي وجيرا وحير هذين كيف يلعن الرجل والدي يا رسول الله رسول إلى يوم سداب غف كل عن ظل يا الله بدي تشي مغف بال عن ظل يا الله بدي والدي تشي واسد يا رنتاسي جواب النبي عليه الصلاة والسلام يصب أبا الرجل
ninku aabihii caayayaayo uu wax ka sheegayaa fayasubu abaahu wa ummah markaasuu asagoo yadaya aabihiiba caayayaa mid kale qof kale wuxuu ku leeyahay aabihiisu wax ka sheegayaa qof kale si aabihii wax laga sheegay baa asna hooyadii iyo aabihii wax ka sheegaya midkan asagaa markaasuu qofkaasi wuxuu la mid noqday qof asagu nafsadiisa u caayay oo u lacnaday oo kale labadii waalid oo dhashay bacdamaa asagu uu soo jiiday oo uu sabab u noqday labadiisii waalid in wax laga sheego ayuu wuxuu noqday qof asagu aabkiisii wax uga sheegay oo kale markaasuu nabigu ku tilmaamay akbarulkabaa'ir dembiyaalka la galo kuwooda ugu waaweyn inay ka mid tahay arrinta ayadaahi baabilkiraam si kastoo aynu u dadaalno amase in kastoo aan wanaag samaynaba kama soo bixi karno xuquuqda ay nagu leeyihiin labada waalid nabigaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu muslim uu warinayo oo laga wariyey abu hurayra baa wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yajzii waladun waalida ilaa an yajidahu mamluukan fayashtariyahu fayuctiqah ilmagu uma beegtoomi karo waalidkii dhalay uma abaalgudi karo cunugu waalidkii dhalay si kastaba ha yeelee abaalki waalidka dhalay ma gudi karo ilaa inuu helo maahane waalidkii dhalay oo addoon ah oo markaa intuu soo gado haddana uu xoreeyo dadkii addoonnimada u haystay inuu inta ka gado isaga unbaaba xoroobaya markaase ilaa uu sidaa yeelo addoonnimadii uu ku jiray intuu ka soo gado uu ka xoreeyo addoonnimadii qof sidaa helo maahane qof kale oo waalidkii u beegtoomi kara amase u abaalgudi karaa ima jiro oranaya nabigu calayhi salaatu wasalaam si kastoo aad korkaaga ugu sidid si kastoo aad ugu dadaashid si kastoo aad baari ugu noqotid marnaba kama soo bixi kartid xaqii uu kugu lahaa waalidku maxaa yeelay intii uu kaa soo maray waa dareemi kartaa adiguba waa dareemi kartaa yacni dhibaatadii waalidku uu kaa soo maray qof sidaa sameeya maahane qof kale uma yacni abaal gudi karo uma beegtoomi karo waalidkii dhalay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xaysu idiin mudan marka axbaabilkiraam maadaama yacni ay nagu filan tahay axaadiidtii iyo aayaadkii hadda aynu soo sheegnay ee ka hadlayay waalidka in wanaag loo sameeyo oo baari loo noqdo waalidka baarinimada loo samaynaya ahi ma inta uu adduunka joogo oo uu nool yahay keliyabaa mase haddii uu dhintana waa kugu leeyahay xaqii iyo inaad baari u noqotid taas ayaa su'aal noqon kartoo laisweydiin karaa nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam xadiid abu daawuud uu warinayo saxaabigii la odhan jiray maalik bin rabiica baa wuxuu yidhi nin baa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam ninkaasoo weliba reer bani rabiica nimankii la odhanayay ka dhashay markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah hal baqiya min birri abawaya shay-un nabaruhumaa bacda mawtihima rasuulkii ilaahow baarinimadii aan labadayda waalid u samaynayay markii ay dhintaan ka bacdi wax ma ka hareen buu yidhi wax ka haray ma jiraan baarinimadii iyo wanaaggii aan u gelayay labadayda waalid oo markii ay dhinteen ka bacdi aan ugu baarinimo falo nacam buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa jiraanoo waxyaabo fara badanoo waxaa jira waalidkaaga aad baari ugu noqon kartid markii ay dhintaan ka bacdi shan arrimood oo ka mid ah uu tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam asalaatu calayhimaa waalistikfaaru lahumaa wa infaadu cahdihimaa min bacdihimaa wasilatu raxmi alatii laa tuusalu ilaa bihimaa wa ikraamu sadiiqihimaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam shan arrimood ayaa ka mid a waxyaabaha waalidka baari loogu noqonayo marka uu geeriyooda ka bacdi assalaatu calayhimaa in loo duceeyo waalidka oo qofku uu mar walbaba u duceeyo labadii waalid ee dhashay baarinimadii uu waalidkiisa baariga u noqonayay weeyaan marka uu dhintay ka bacdi waalistikfaaru lahumaa inuu dembi dhaaf ilaah u weydiiyo oo mar walbaba u yidhaahdo ilaah u dembi dhaaf labadaydii waalid taasna qayb bay ka noqonaysaa baarinimadii loo gelayay waalidka midda saddexaad wa infaadu cahdihimaa min bacdihimaa in ballantoodii la fuliyo marka ay geeriyoodeen kadib ballantii ay ka tageen waalidku in la fuliyaahina waxay ka mid tahay baarinimadii loo samaynayay oo waalidkaa haddii uu kula dardaarmay amase ballan
وكل جل يوم وحيابه وكبل ما يجي جيران وإن بلن في والد كل سوريا مرتجين يودك بعدين بالأفراد وعبد الماء النبي عليه الصلاة والسلام وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما إلا حريرية قرابتي أن لو حريرية والد كدرت ما يسك له قرابه والبعد حريرين يسك سبب تعدو حريرين يسا وحاويان ووالد كدرت أما دين عابي كاغت من قرابة داسي أما دين عهوية يي كاغت من مركة قرابتي لبدا والد درت ودمانا عن سكر اللو حريريين إلا حريرية ويان ديرنا عليه الصلاة والسلام إذا أفرام جشنا وإكرام صديقهما وذيقودي قف والد كا صاحب لها لبدا صاحب لها ما قف كميدا صاحب لها أنا إلا كرامة يويان وقف كاسنا الله شرفه معايا لما داما وصاحب لها والد كا أصنع وإن أدوانا قصة ما إساء يوات كرامة إساء بارين مدي أد والد كا قصة ما إساء يينا طيب كنغان إساء سيدنا بقوة المامة عليه الصلاة والسلام أقول على الحديث كاس أحبال الكرام بارين مدي والد كا لو قلي مرتو نول يا اي كليه اين اسم كو اكينه اديرو قرصومو يعني اديده او كوريغنا ان لا استدوان اي بارين مدا ايدا اي لو سمينيو او لا ربا ان لو دعيه او لا ربا ان الى هذا المداف لو ويجيو بل وحا با نبي نو شيغي عليه الصلاه والسلام حديث امام الترمذي ورينيه وقال النبي عليه الصلاه والسلام اذا مات ابن ادم انقضى عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أديكني آدم قول أنت عمل في استواقع إلا صدح قلم ما هنا صدح قلائيان عمل كود بأين أو قوة رئيسة صدقة جارية قف لبح أي صدقة جوبتاه أي صدقة وجوبتاه قف لبحة وأما مسجد اسمه سوح قدر صدق أما عيل قضي أما قيت الله علي شيء صدقاه وان جو ان قف في كتري يعني قف كاس عمل كسي مقايه او علم ينتفع به اما علم اللي هو انتفاع ضد اي كفاي ليسن ايان قف في ريبين عمل كسي واو سعانيا تلك صدحات بعرضا لا يهاي او ولد صالح يدعو الله في النبي عليه الصلاه والسلام علم وانا اكسن اصول دعائي قف في كتري عمل كسي واو سعانيا في النبي عليه الصلاه والسلام وفي كتب علم بارية وأدعي والد في سي مرجون لك بعدي وفي أثناء عمل في سي الله حرية عمل في سي وصعني سبعوث الماضي نبي عليه الصلاة والسلام حيا لعلم بيود لي أيا أسر دعين يا مروى الباء وكاسا قفكاس هو قرنان يا عمل في سي ومروى الباء اللو بين يا دعالي يا خير في وأسر دعين يا علم في سي كتب يا بارية مركا يعني وحن بجهده وحديثك كعد إن يعني والدك الله بارن مفلو إنت أينو لهي يا مرتع الإنسان كبعد بان عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر بن الخطاب عن إرادة سيد عمر ويلكيسي أيام مال معلمها كمدة وحويري من ربع دياها قرأت المي وزني مكاد عبد الله بن عبد بن عمر قاس عضا مغالدي مكاد وزني باوحى لك المي من رمي واسكس عضا الله بن عباس والسلامين إنك أصدقها إمامة أولها يوم مدح أصار نيد نووسي دمير قوتين أصار يوم نيد بل دمير كان نكر أدوه إمامة يسين مدح أصار يووسي ابن الدينار وعبد الله بن عبد العمر كم إذا أحر في سيا ويديا وحيري أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير خير الله كسية كتوى ربادية وحيري ذكر رمي له كم إذا وإنهم يرضون باليسير لبديه لو وحي ربي كنا نعاني قد نحن ما مدى دي ألابا سقود أرطيه حسده يا شيء يرهميه يعني ذات أذهان وإن ما أهان وحي يرى الله سكيك كنا نعاني حسده يا شيء سقود أرطيه يريد فكاسه الحير عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر من كان أبيه يا سيد عمر بارفيقه هاي استعلاب يريد وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه وحان مخلين إلى مال معلمها كمذا نبي ظهرنا يا عليه الصلاة والسلام إن أبر البر سرة الولد أهل ود أبيه بارين ماذا مرد أبوك عن السنة يقول ما يسترا وحاويان المقوين وحريريو أبيه ذبت أي استعلايين الذي سيئ
ويان بارين ماذا جدا وقولنا ما يسترنا وقع من سنة وحويان إنه علم وحريريو أبيه ذات أي استعلاين يا قرابني إنه حريري يا كمدا بارين ماذا مركز إذا سانسا وسمعين يا يو إن كان رمي قهوة حانو كرامين يا أبيه يا سيد عمر با استعلاء نبي أنا كم أغلى عليه الصلاة والسلام بارين ماذا نبدا وقف يا عنا وقع من سنة وحويان إن يعني علم وحريري يا كرامة يا أبي ذات يا استعلاء يا غرابة نسي وكان في الرمى عليه الصلاة والسلام وحاكم إذا طارم ماذا والك الله سمعين يا مركي كير يودان كبعد إن يعني ذات يا صاحب الله يا كرامة يا ذات يا ذات قرابة الله سينا هذا سلا سمعين يا مركة صحابة النبي رضوان الله عليه أجمعين وحاكم إذا أحباب الكرام وحيابها طارق الله قلنا قم إلا دون يا والك يودان كبعدنا إن الله سمعي صدق الله بحي والدك أياك من غنيسة صدق الله بحي والدك أياك طيبك وحيابها إنه أي بارك وقلنا غنكرا والدك للي نبي عليه الصلاة والسلام حديث لك ولنا يا مسلم يا بخاربا ولنا يا عائشة لك ولنا يا رضي الله عنها من باوي مثبت لنبي عليه الصلاة والسلام فركاسه وحير يا رسول الله إن أمي أفضلت نفسها ويدي ويديري وطي نفسي ذي باب حضي وحان أم لينا ياينا وحلب حيلا هيدا حديئا وحب حيا جرمكي ليسا حافظ لنبي عليه الصلاة والسلام حديث الله إمام البخاري ولنا يجي وآد موجود حديث كان إنه منه فصل يا أي تفسير صحابي إلا رنشري سعد فنبي ويدي عليه الصلاة والسلام مركاسه وحويري رسولك إلهي وهو يدي ويديري وطي أنيقا كمخا أينفعها شيء إن تصدقت به عنها وحدي أن أبحيه شيء أدام هو يدى يصدق يا مكاره يا أبي رسول إلهي ورحمة ريا نعم في النبي عليه الصلاة والسلام وحدي وحي أبحيه صحى يدى ويجار إسايا وحبي تريا في النبي عليه الصلاة والسلام فكاسه وحب الجواب سحابة سعدها رسول إلهي وحان مرقاتك أغنبك يا بير طيبة إن أن هو يدى يصدق يا مرقاتك أغنبك يا مرقاتك وهو يجري بيرو جعلاء مخطاف الأورنجلي وآدي آل عجيب وآهي وقلت إلى مرقاتك أنه رسول الله يبير طيلات إن أن هو يدى يصدق يا أشو يجري نبي عليه الصلاة والسلام هو يدى يهديه عن وحب حيه وحاسم مجاري يانا ومعطاع يان بيري هابو جواب نبي عليه الصلاة والسلام أينفعها شيء من تصدقت به عنها وحل يوحي يا رب حياي مجاريان شيء في المام وحي يا رب حياي مجاريان شيء وانا كرا سيد الله وضعوكي وحي يا وحفظا يعني مكلا قادنا شيء قاسي هير هذا حفظنا هذا يعني الراشن ها هذا العق ها هذا وحكرا ها هذا النوت والرباب هيا شيء وحي يا رب حياي مجاريان ويجل رسول الله نعم ويجل نجل عليه الصلاة والسلام مركاسو بيرتي سيو صدقيني رسولك رؤون مرقاتوبته عليه الصلاة والسلام حاكو عاد حديث كاس أحباد الكرام وح الله يوكي الله بحياء والدك إن إيجار يعني والدك وأجر كهليه حتى أنا أقول دفاعيه وفك أن أستقع اللب حينا وأسنى أجر في صدقه الوهليه وعلى بار موت وفك أن صدقه البحثين أجر في صدقه الوهليه والدك وبحياء وحانو صدقيني صدق أن الله بحيث ثواب كذي أجر كذي على الصين يا والد يا صغانا نبي قال الله عبدنا يا عليه الصلاة والسلام آية عن هذه آية وحلا لي أبا إن الله إسكائن بطرة يدين في الإسلام أحاديث تصدى صعد يا بخاري يا غير كيف أي ولين أيان وقف ولبأ وفام الكرب أيان أنت الله قرب مرسية ضدتي والله إسكائن بطرة بهضدتي لو المكتورة يا يوم لا يسنشرين أرنتي با وحلو بشيغ يا يا وحال ليه ما أصغى أنا يا ضفكي وحنا بحنا يسيغى الله ذا يوالي كيبا أنا بحنا يا أغلبا وحلو قياسا يا يا لربا قفتان اللي قمبر انهباد يا دينت الحيكة وقرش أي دين لما جبتا معهم وحال ليه ما أصغى أنا يا رضا دي يا ضفكي حسين قفت المي ليه ضفكي وحنا ما يقولين قد الحو بحنا يسامر وكرت قلدان من داس أحباب الكرام قفتان وحي الله بحيي أجر بي يا طواف كيبا قارة يماهنا صيبا عنا يماهن معنو صيبا عنا يماهنا وحي الله صدقيني يا مقف باهن لسيي
المسجد لغو ديسي اما ميل كان لغو بخيي اجر كي يا طواف كي صدقه اسل بخيي ايا قف كو يتفاع ايايو اجر جات فاداريا يعني لا يابل واي يرى يعني فكر كان اسغاي و نغو نسبا ارينتاس وا لديدي جيري والد و ما جيري يا لورن جيري واي دمبو دي لا اسكا ابارسدايو انجو يدي جاي ادي مال كريتي لو جي جاي اسكا يرادين اما marka la doonayo dadka in lacagta kaashka laga gacan mariyana haddii sida loo duceynayo iyo sida la leeyahay ya waalidku wax rabaxay waa diyaabaysa wadaagsan indaayada marka ahbaab alkiram waa sidaas qofkii doonayo waalidku inuu baari u noqdo inta waalidku uu nool yahay sida uu baari ugu noqon lahaa oo kale ayaa marka uu dhinto ka bacdi loo doonayo inuu baari u noqdo arba intaas inaan ku dhaafo الذي يعني خصو أرارضي أما ستسنين والد في أبطار الله نقضه إنت وادوك الجوبي يمرك في ريادك بعد الله وطوع وادير يا يومي لبا يا يا وحامرك وحير هذا عن علمات وصولك الأمر بالشيء النهي عن بذله شيء الله إسفراه وشيء كيف سهر تشيضي الله إسكر رياضي الذي والد كبار الله نقضه هو أن الأفري إن والدك نبار ونغنم وحان لك النهي وأن لك الرهب والدك نين أن حاسك نغنم الأمر بشيء لا ينعك به واسداس ديلو برادة صلاة دكتك وحان لك الرهب صلاة دينا كتبك مركا أديل أن الأخري يقول لجري والدك بار يا الله هذا والدك أن حاسك نغنم تاس أيا قرب تعالى وميشة تعالى أينا حي لي والدك حاسك نغنم تواوي هو ذو بسي واوين بكتب تاسينا بقوة المعضي عليه الصلاة والسلام حديث النبي قال لقورنا يا مسلم يا مقاربا يورنا يان قال لقورنا يا سعاد كلا رنجر المطاعب بن الحارب ونبي بوحيد عليه الصلاة والسلام ألا ونبئكم بأكبر الكبائر ما يدين الشيقة دنبيالك هو وين النبي عليه الصلاة والسلام دنبيالك واوين هو ذو بسي واوين ما يدين الشيقة صدح عليه الصلاة والسلام قالوا بلى يا رسول الله ما شك في إرادنا سبت إلهي ومن ديالك واوين في جواب رسولك صلوات ربي وسلامه عليه الإشراف بالله وعقوق الوالدين إله الله شريك يا الله وإله عدك للا عابده يلا بدا والده عاصل ومتغضى ويجب نبي عليه الصلاة والسلام ما يلمسك سلامتك وصله 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 يطوف فرسطين وفير أرى وقول الزور أرى وقول الزور أيوك عن علي نبو عليه الصلاة والسلام وحا كم إذا صدوك له لأبيالك وهوين يعني هذا الكبين طائع قول الزور كالذي إلى هذا ورك فاشق أياك من إذا وفع علي نبو عليه الصلاة والسلام إلى أن استنى رحنا موسى نبي أيوك صدى وفع العلي نجي الإسحاب بحديث دون أياها مغاد الحارب مركة دبيالك الله كراء واوين هو واوين وخط المعنى النبي عليه الصلاة والسلام عن ودوكسون هاي حديث كان قعد ذنب الله كراء إلهي لبحاسي وحا أبوه الرئي قال لماذا ونجد كل ذي قال لماذا صار عبو يري لماذا والد عاصم من مقدم تاسوك المعنى النبي عليه الصلاة والسلام مركا وارن خضرة أو يعني آذي آذي هل استيرونه إن والد في عاقل كل قضاه قفه عاصي كل قضاء لمدي والد قال لماذا ذنبك كنت يكون قلت المعمى النبي عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر فهذا قلت المعمى رسول صلوات ربي وسلامه عليه حديث كلا حديث كأسك على معنانا قلت المعمى يا نبي قال لقوري عليه الصلاة والسلام إمام البخاري نورنا وحير نبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر بن عاص قال لقوري وحير الكبائر والإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس في النبي عليه الصلاة والسلام ديالك وهوين وحاوية إلهي وعدك للا عابده لا شريك يالو يلا بدي والده عاصر لقل نقضه هي النفس يقول لك جو يخوح مسلمه نفسي لك جو يصر الله إيوه واليمين الغموس في النبي عليه الصلاة والسلام دارت قفك ذنبك قرينا يصوح بيانا قفك وكنا رميه هو أسوأ أيام يريد النقطة وهوين نبي عليه الصلاة والسلام قال لي ما كذب النبي يقول لك يا مروى الله ذنبك وين يجعل لبدا والد وعاص
عاصي لغو نقضه أبدا والد عاصي لغو نقضه كل ذنبك حقا يا إبت المام يا نبي عليه الصلاة والسلام حضنا كل روح مسلمة ونفس الدين لقويه قف مسلمة وديك بسر الدالية ونفس الدين لقويه ونبي كحكي عليه الصلاة والسلام وفأخر وقلق يا اليمين الغموس وقارت قف قطهم بنا يسر وقف قلين يسدن إذا وين ويان وامدي قف كل أرنا يشي بيانا فأصحى وفطر نبي عليه الصلاة والسلام أخبرك أحباب الكرام وأحاديث تأيقا يا أين تسنيان إن أي ممنوع تأي أي حرام تأي ذنب وين وكبيراه وذنوب وين كمدان عاي تأي إلا بدأ والد وبار إلا مغوايا أنا لكدنا يا أحباب الكرام أنك آياتنا إن وجدت أين إنو بار إلا قنوا إنو وانا أكسر إن الرجل والدين بشي مرحبا بأن الله لنا حديثنا يا أنا لكدنا يا صدو كرام لبدأ والد كريا ما آنه labada waalid xuquuqdooda laga soo baxo qaraabadii kalena meeshay ku jirtaayo qofku inuu qaraabadii sii xiriiriyana waa la doonayaa oo baarinimadii waalidka loo sameynayay ayay ka mid ahayd in qaraabadii la xiriiriyo sidii aan arkaynay oo sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam qaraabada mar uu ka hadlayay sidaas oo kale alkhaalatu bimanzilati lumni ayuu yiri abar yarku waxay joogtaa buu yiri hooyada dooskeed oo kale hooyo ayay ku darajo tahay abar yarku إن بأمال المعلمة كم إذا النبي دوعد إبل عليه الصلاة والسلام مركاس وحير يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة وصلت إلى يوم ذنبي وين بان سميجي توبة كان ملايا هاي ميري فهل بوجي وحير النبي عليه الصلاة والسلام هو يمكون وشعي في الأدبار من المطاي ما يا أيوي أور يرمكوك وكتاب يرمكو أور يرملايا ضعي مركاس ويلها أيضا بار النبي عليه الصلاة والسلام ذنبي آت بشي حتى آت ذنبي بايقا عيو ربا وحاكم إذا وحيامها ذنبي قلقنا أفو باري قوالك الله باري نقنا يا إيا قرامة اللي حريرين إيا حتى آن هو يكون جو بني أحبر يريا يكون جو أيا لا بوسك هو يجو بني أيا لا باري نقول عليه الصلاة والسلام يعني وحاويان حسنا ويان يوانا قفك عن المسلمين إيا قفك عديك وذنبي كدعه أطلع حسنا يوح ونفسن دمي وكتب جينا وحا ونفسن باكم غير يحمان في سميجي إذا حدثت وكشي النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وقال الناس بالذي حصل في النبي عليه الصلاة والسلام بل والبعاد جوك الله وعب سياد كالغات آياتي لغلة جوك أداد مالها خيرك جوك الياتي أتكاك جوك بل والبعاد جوك الله كغعب وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وما تظن وحاد راح تساوناك وناك يا كام غير إياه حتى يعني ذنبي وكادعه وحماطة إكادعه شيء وناك سن راح سيه وناك سيئة تقيه من النبي عليه الصلاة والسلام وخالق الناس في خلق حسن ضبط نوحات فلتك أنت تبع عدونا أكسن ضبط تبع عدونا أكسن مقاه وضبط فلتك أنت تبع عدونا أكسن قوارنا يا نبي عليه الصلاة والسلام أويان مركة وفك مركي ذنبي وكادعه ذنبي قاسنا ويا هاي ذنوب تير يرى صغائر اللي يراهدو حسنات كمرك ولي ماذا حسنات كايا كم غير يدنك يا يداها لكن ذنبي وين قفوها فيه ولي ماذا كنو توبك يا نوع توبة رسمية هو توبة مسوحاء هو شروطي توبة لغيها لي هيا لقد وانا يا إنو توبة سلاسة اللي ماذا لكن مرك قفوها ذنبي يرمو كدعه يعني هديو وناك سمايه وناك ده سقع يا كتب يدنك سيروح المعمين اللي عليه الصلاة والسلام عكم إذا مركا وحديث فعضا وقت يعني والد سبار النغضة قرابة سحيرية إن جنود وكرا لك قافا يو لا أصفر يدا ريال كي ترى سنة جنود المامي عليه الصلاة والسلام سيدوك كذا قرابة أنا إن لحيرية هيا لدون يا أحباب الكرام وشير النبي عليه الصلاة والسلام قرابة نمضي وعرش جايي كذول الطاي وعرش جايي سيد الله وشريه قرابني مدي وحين الله ذهي من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله وقيلنا إلى أحيلي وقيلنا إلى هدوي سيد الله قرابني مدي ورنا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني
إله به وحكيه مركي وقرابة لماذا أبوري وويسا كبوك اللين وآذن كنا أحسنين قفك كبير إلينا هنا حديثك وينا أمسك واصل أصوى مركة جو ورب جو مشى إلى ذا وين صوم على ديو وقت قرابة كوين إلى ذا كوين كوين إلى ذا كوين يسلم من نوشة عليه الصلاة والسلام تاسو دن مركة حيك من فرايسا قرابة ولا حبيب ياهي با إنجبت الدو كلا يي لبلا والد يي إحسان كي وناك الدو سمين يي لبلا والد يي طيب كنا فرايسا قرابة ولا حبيب ياهي كتبين ويا لنايسا إذا درت النبي عليه الصلاة والسلام مركي يوكل ماما ييو صدقة ماشي وكب حي قفك مركي لو يدين النبي عليه الصلاة والسلام دفع اكتر قوة قرابة كلها صدقة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام حيا للمعر مرضى يسكتهاي صدقة يسيرة الرحمة والسعر ويان قفتي وصدقة لبحي عندنا قرابة سيدي لليوم لوضع الرمض يسكتهاي عبد الورنك لأبو أجيب الأمساري وحيري مركي آيات القرآن كأي يسودك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ونأتي السماء قد ريسان إلى آت بحسان وحيابها كعشي غيب كمدة آيات القرآن كأي مركي يسودك أيو بيرك لها يو آب جعلا قول فيه لرسول في لها يو بيرك أم أيان حرائه وجعلا هنا صدق أي أيان الرضاية ميل الله يمشي أبو جرس تنبه يابو تصدق أيدي رسول في لها يو كاسان تبقي قرابة الساعة وقرابة الله ونجد صدقة بسم الله عليه الصلاة والسلام السنة إسلام مركة إن يعني لبا أجر بقفة سنوه ليو مثنا أي تهي صدقة ولبح أي أجر كيدي مثنا أي تهي قرابة بسم الله أي أجر كيدي إذا ذكت الأحباب الكرام أنا لكتب أنا يا إنا يوالد من جلالنا إنا مقرابة جلالنا يا أنا لكتب أنا يا وحيابها باعضا وحيابها ونادسا يا إله معسدي سانهين وح الله صد وح والقوص راسا والد كينا يطلقا إحقائي قراتك للآيان لك الدونية لكن وحي حسيانا وذنب يا والد كما القراء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في النبي عليه الصلاة والسلام وفي مخلوقه بن آدم رغم أعطي عن إله العاصية سبحانه وتعالى مركا وح الله يوحي ونادا يا أنواع البر كمده هردن إن الوالد كان بار يظن قلنا أيانا ركبت أنا يا أحباب الكرام وأنا مدى إن تجاري إن إله يرضي سبحانه وتعالى وأين حديث يدي صوشي مي وقفتي لبدي سوالد إرادك أن أخذانا إلى أرادك يا هاي إلا بدا والد يحرادانا من يكتور يحرادانا قف يعني لأنه يحرادي يا قفتا سجا دلالنا يا أنا ركبت أنا يا أحباب الكرام ووالد كاتب يا يادو دين تبا ان ركاه لبار ان مجلسي وناكي يا سمفرت يا سمين اي دافي ان سدر دار مينا احباب الكرام اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم بالله توفيق والسلام عليكم.